تعالوا بقى نشوف العجينه بالتفاصيل ونعملها مع بعض من الالف للياء، وبعد كده نقطعها ازاي ونشكلها ازاي. اول حاجه عندي كيلو من الدقيق، كيلو من الدقيق، وعلبتين زبادي، العلبتين العاديين اللي بيتباعوا دول، ومعلقه خميره، وثلاث معالق لبن بودره، ومعلقه سكر، ونص معلقه ملح، وثلاث معالق زيت زيتون، ومعلقه وميه لاتمام العجين. تاني كيلو دقيق، كيلو من الدقيق، وعلبتين زبادي، ومعلقه ملح صغيره، ومعلقه سكر كبيره، ومعلقه خميره كبيره، وثلاث معالق لبن بودره كبيره، وثلاث معالق زيت زيتون كبيره، وميه لاتمام العجين. اظن مفيش اسهل من كده. تعالوا مع بعض كده واحده واحده نعمل العجينه لغايه ما تطلع معانا زي ما قلنا من الالف للياء، وبعد كده نشتغل مع بعض. ناخد اول حاجه كده كيلو الدقيق زي ما هو كده، عليه اللبن الباودر. طب انت ما بتدوبش الحاجات دي مع بعضها يا شيف يسري؟ لا عادي، هي دي زي دي، طالما احنا بنشتغل صح مفيش مشكله. شويه الملح وزيت الزيتون، ثلاث معالق. ما عندناش زيت زيتون، حطوا زيت عادي، بس زيت الزيتون بيديها نكهه حلوه قوي. وهاخلط الاول المقادير الجافه مع بعضها، وبعد كده هخلط معاها المقادير اللي هي السايله. يعني عايز اقول لكم حاجه، انا عايز اتواصل معاكم على التليفونات اللي بتظهر قدامنا على الشاشه علشان خاطر نقدر نشوف احنا شغالين صح والمعلومه وصلتكم ولا لا. لان البيتزا دي طبعا احنا دي مش اول مره بنعملها، بنعملها كل فتره كده بناء على رغباتكم. انتوا عارفين انا ما احبش اكرر الحاجات اللي بعملها، بس لازم البي رغباتكم. هناخد كده الدقيق مع الزيت مع الخميره مع الملح مع السكر، وبعد كده ننزل عليه بالزبادي، ونزود السرعه شويه، وبعدين نرجع نهدي السرعه تاني ونزود ميه لغايه ما تلم معايا العجينه. سهل الموضوع؟ سهل جدا، واحنا مع بعض زي ما قلت واحده واحده. لازم يكون عندنا مقدار من الدقيق عندنا شويه كده جاهزين عشان بنفرد فيه العجين. في ناس كتير قوي بتحط بتحط زيت في الارضيه بتاعه الصينيه، او بتحط ماده دهنيه. لا، يا ريت يكون العجينه تتفرد على دقيق ويتحط تحتها دقيق، هتطلع معانا جميله جدا. هنزود شويه ميه. لاحظتوا بقى ان انا الميه اللي بزودها مش بزودها مره واحده. معروف عالميا ستاندر ان كل كيلو دقيق بياخد 550 ملي من السائل الميه. لكن الدقيق ساعات يكون في حته فيها رطوبه مش محتاج الميه كلها، او محتاج اكتر شويه، فعشان كده انا بحط ميه لغايه ما تلم معايا. ما تنسوش كمان ان فيها زبادي ماده سايله، فاحنا بنحط ميه لغايه ما تلم معايا. انا مش عايز تحطوا الميه اللي احنا بنقول عليها اللي هي الستاندر العالمي وترجعوا تاني تشتكوا ان هي كانت سايله او كانت ناشفه اكتر من اللازم. هنزود شويه ميه كده كمان، وهنسيبها تلم مع بعضها، ونروح نعمل والعجينه بتلم كده. هسيبها تتخدم شويه كمان اهو، شويه ميه اخر حاجه. عجينه تاني زي ما قلنا، كيلو من الدقيق، ثلاث معالق لبن بودرة، علبتين زبادي، معلقة خميرة، معلقة سكر، وشوية ملح، ومية لإتمام العجين. خلاص العجينة كده بقت معايا فلة زي الفل أهي، شايفين؟ لا زودت ولا عملت فيها أي حاجة خالص، غير إن أنا حطيت كل المكونات على بعضها مع المية وطلعت بالشكل ده. شايفين العجينة؟ أهو، ما عملناش حاجة قدامكم. نلمها كده بالراحة كده كمان شوية، ونلمها كده، وبعد كده هاخدها اقطع دي كام بقى قطعة زي ما انا عايز. متاح معايا من 6 لـ 8، من 6 لـ 8 قطع، واحنا مع بعض هنسيبها ثواني اهو. حالا حالا اهو هنقطع 6 قطع، 1 2 3 4 5 6، ونلمهم ونعملهم كور كده، ونرش رشه من الدقيق ونحطها في مكان درج التخمير اهو. انا عامل درج تخمير هنا اهو عندي في الفرن، يكون تحت اللي تحت الفرن الطبيعي بتبقى فيه، اما يكون الفرن والع يعني بعد ما يطفى خالص وقبل ما يهدى نحط فيه العجينه بتاعتنا اهي، تطلع معايا بالشكل ده متخمره اهي، كله قدامكم طبيعي اهي. شايفين نسبة التخمير عاملة ازاي؟ ده شكل العجينة بتاعتنا اهو. الشيا هي بيقولوا عليها
او اسمها الحقيقي كالزوني، كالزوني ايطالي. هنقول مقادير الحشوه بتاعتها، هي عباره عن صوص طماطم وجبنه موتزاريلا ومشروم ورومي مدخن وزعتر، وهنعمل تاني مع بعض اهو. صوص طماطم، المشروم لازم نسويه شويه، كل الحاجات اللي انا بقول لكم عليها دي عباره عن معلومات لازم تنفذوها عشان خاطر ما نرجعش تاني نقول ده الحاجه طلعت معانا مش كويسه. صوص طماطم قلنا العجينه فردتها، هنحط صوص الطماطم، هنحط جبنه موتزاريلا سواء مبشوره او قطع ما فيش مشكله. كمان اهو ناخد شويه صوص الطماطم واحده واحده مع بعض. الحشوه الثالثه، الثالثه دي اللي هي الكالتزوني، حلاوتها ان هي بتبقى مقفوله، يعني الاطفال ممكن ياخدوها معاهم وهم رايحين المدرسه رايحين النادي، ما تبقاش مفتوحه يعني، تبقى عامله زي الساندوتش. ناخد كده الصوص اهو في النص، وبعدين نقطع قطع من الجبنه كده بايدينا ما فيش مشكله، او قطع من الجبنه المبشوره اهو، جبنه موتزاريلا ماشي. منتظر شويه زيت زيتون على البارد اهو، عندنا المشروم اهو. قصه المشروم بقى، لو انا حطيته المشروم ده عامل زي السفنج، في نسبه ميه عاليه، فام لما اجي علشان خاطر احطه جوه البيتزا هينزل ميته وهي مقفوله، يخلي العجينه ما تستويش. كل حاجه بقول لكم عليها بالتفاصيل، لازم تبقوا حاضرين معانا ادق التفاصيل. شويه ملح صغيرين اهو، وشويه زعتر صغيرين، واحنا هنرجع تاني نقول الحشوه بتاعتنا تاني اهو، زعتر عبال ما تستوي، ونجيب مصفى عشان نصفي من الميه. انا بقى جات لي في دماغي ان انا احط لها شويه زيتون يعني اضافه. قلنا هنا ايه؟ صوص طماطم، جبنه موتزاريلا مبشوره او قطع زي ما انا حطيتها كده، رومي مدخن، صدور رومي مدخنه شايفين، وبعدين شويه من الزيتون. ده الاضافه انا حطيته من عندي، مش مكتوب في المقادير بس انا حطيته من عندي. والمشروم اول ما هيتشوح بينزل ميته، المعلومه بتاعتنا اهي، المشروم اول ما بيتشوح معايا بينزل ميته، فانا هصفي الميه بتاعه المشروم. ليه؟ علشان خاطر ما ينزلش ميته جوه العجينه وتبقى العجينه طريه. ده اول بيتزا طلعناها، هنجيب طبق عشان نغرفها، بس هنقطعها قبل ما نغرفها. فين السكينه؟ في الدرج حقيقي؟ لا جاهز الدرج التاني اهي. ادي البيتزا بتاعتنا. طب انا ما عنديش اهي، ما عنديش العجله دي، اعمل ايه؟ ولا حاجه خالص. عارفين المخرطه بتاعت الملوخيه؟ قطعه بيها، اظن ما فيش اسهل. ما عنديش المخرطه ولا حاجه خالص، السكينه العاديه اهو. ادي البيتزايه، شايفين سهله ازاي؟ لان ما حطيتش اي ماده دهنيه ولا حطيت فيها حاجه، طلعت معايا بمنتهى السهوله. وزي ما انتم شايفين المشروم عندي استوى، تعالوا نجيب التانية. تاني ما نيجي نشيلها بقى اهو، الاسباتوله اهو شايفين، ادي التانية اهو قبل ما نطلع اهو. سهلة بسيطة، كله قدامنا طبيعي. السكينة برضو، ونجيب الطبق اللي هنغرف فيه اهو، شايفين منتهى السهولة، بنلفها تاني ونقطع ونقطع. وبعدين علشان بقى ايه، عماد عايز ياكل حته كده، اسمح لي هاكلها لك مفيش مشكله. ادي الطبق، ونفرد ادي البيتزايه الثانيه. عايز اوريكم بقى شكلها من هنا اما نيجي نقطع قطعه، قد ايه قد ايه. شايفين العجينه هشه مستويه اهي مدامها ايام، ولما اجي اقطعها كده تطلع معايا تمط اهي، شايفين المطه بالهنا والشفا. وشايفين بقى الاكله روعة بجد والله العظيم، حلوة قوي يعني. شكرا يا مدام هيام. يا شيخ الو،
اهلا وسهلا، السلام عليكم يا شيخ. اهلا بحضرتك، اهلا بيكي. ازيك يا شيخ، عامل ايه؟ والله حضرتك انا بخير لما بسمع صوتكم يا مدام هيام. دايما دايما متالق ومنور قناه الحياه. ربنا يخليكي، ده منوره بيكم، ربنا يكرمك. ربنا يخليكم ويخلي الحاجه والعائله الكريمه، سلامي لهم. الله يكرمك، كلهم بخير والله. سلم ايدك يا شيخ. ربنا يخليكي يا رب. شيف، عايزين حاجات للحر دي، مثلجات، بودنج سائح، حاجات جميله من ايدك يا شيخ. حاضر، من عينيا من عينيا. سلم ايدك يا ان شاء الله الاسبوع الجاي نعمل لكم حاجات كده، مشروبات وحاجات للحر ان شاء الله. حاضر، بشكرك يا مدام هيام على اتصالك، وسعيد بسماع صوت حضرتك، وكان نفسي تقولي رايك في البيتزا. انا بعمل ايه بقى؟ ميه دي بدهن حروف العجينه لان دي محشيه، فالمحشيه دي هتبقى مقفوله فانا عايزها تلزق. طبعا انا عامل بدقيق اهو، نعمل كده ونقفلها بايدينا، وطبعا ولادنا ما بيحبوش ياكلوا العجين الزياده، هاخدها اشيلها كده دي الزياده، واشيل الزياده، ومش هعمل فيها حاجه خالص غير ان انا اقفلها كده بالايد بمنتهى السهوله اهي، شايفين؟ وبعد كده احطها على المطرحه بتاعتنا، ونروح نحطها فين؟ فاكرين البلاطه اللي انا قلت عليها اللي احنا حاطينها؟ بس هنحط شويه دقيق هنا ونرفعها بالراحه. بس في معلومه هقول لكم عليها، بس امتى؟ بعد ما نحطها كده، شايفين؟ هنيجي هنا نجيب سكينه، المعلومات البسيطه اللي انا بقولها دي مهمه جدا، ونعمل فتحه هنا، ونعمل فتحه هنا، ونعمل فتحه. ليه بقى؟ الحاجات اللي جوه دي فيها بخار، لما اجي احطها هتفتح العجينه غصب عنها. واجيب شويه من صوص الطماطم والف حوالين الفتحات دي كده، وشويه جبنه موتزاريلا، وندخلها جوه الفرن، عليها شويه من الزعتر وزيت الزيتون